طبعا انا كناشطه موجوده في طبعا في مدينه الرقه وفي المجتمع تعرضت للعنف اللفظي والعنف الصامت ايضا. هناك عنف صامت هو العنف اللي تتعرض له جميع النساء السوريات وفي العنف اللفظي. فكنا في احد الشوارع في مدينه الرقه فتعرضت للعنف اللفظي وكلمات بذيئه من فئه من اشخاص. العنف اللفظي اللي تعرضت له اثر بنفسيتي لابعد حد، أثر على عملي، صار عندي حاجز خوف أني أنزل على الشوارع، أني أنزل على العمل بسبب العنف اللي تعرضت له. ولكن حاولت أن أقاوم هذا العنف من خلال توعية معالجة أنواع معالجة هذا العنف. قاومت هذا الموضوع وحاولت أن أتخطى هذا العنف من خلال التوعية، من خلال حملات العنف اللي قامت بها جميع التنظيمات النسوية.